أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من أحداث الأسبوع. الإرهاب حالة ذهنية وفكرية وهزيمته عسكريا ما تزال ممكنة في سوريا. كلام للرئيس الأسد عن واقع الحال في سوريا وأبعد منها في المستقبل الخطر الذي يواجهه العالم. على جبهة اليمن الوهابية وفرعها العسكري أي القاعدة الإرهابي تدمر كل شيء في هذا البلد. المنطقة إلى أين وأي عالم ننتظر؟ أرحب بكم مشاهدينا وبضيفي هنا في الاستوديو الصحفي الأستاذ آصف أحمد. أهلا وسهلا بك أستاذ آصف. والمشاهدين الأعزاء. أستاذ آصف، السيد الرئيس في حديثه لصحيفة إكسبريس السويدية أكد على خطورة الإرهاب كفكر وأيديولوجيا، وأكد على أنه لم يفت الأوان بعد لهزيمته عسكريا في سوريا. يعني هل أصبح العالم الغربي واعيا لخطورة الأدوات التي يستخدمها ويستثمرها في تحقيق أهدافه، أم أن هذا الوعي ما يزال بعيدا وبالتالي مهمة مكافحة الإرهاب ما تزال بعيدة المنال؟ في البداية السيد الرئيس ليس هو الحديث الأول له على هذا الصعيد، تحذير من خطورة الإرهاب. لاحظي في جميع المقابلات وجميع اللقاءات الصحفية ركز على هذه النقطة تحديدا، وخاصة إذا كان الجريدة أو وسيلة الإعلام الأوروبية الأمريكية يتوجه إلى رأي العام الأوروبي والأمريكي تحديدا في هذه النقطة حصرا. الإرهاب أنتم تدعمونه وأنتم تحتضنونه سياسيا وتتبنونه وسينعكس عليكم تحذير مباشر. البعض يصفه بأنه تهديد، ولكن هو بالحقيقة قراءة شاملة للمشهد. طب وهل الغرب يدرك للأسف خطورة للأسف هذه الأدوات التي يستخدمها؟ عندما نتحدث عن الغرب نتحدث عن شقين، المجتمع، الجمعيات الأهلية والرأي العام والحكومات. الحكومات في مقلب آخر طبعا، لوبيات السلاح ولوبيات النفط والمصالح الاقتصادية في السعودية تماما مطلقا. الرأي العام يخرج ولكن بخجل شديد. تظهر بعض الأصوات من المحللين ومن الكتاب الكبار في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن للأسف يعني هل نحتاج لتغيير هذه الحكومات لكي يدركوا خطورة الإرهاب مثلا؟ نعم، هل نحتاج لتغيير هذه الحكومات في الدول الغربية ليدركوا خطورة الإرهاب؟ للأسف الشديد الحكومات بمجملها في هذه النقطة تحديدا فاسدة. ولنقل شيء، ألا تستشعر الخطر؟ ولنقل شيء، هي تعتقد بأن الإرهاب بعيد عنها. هنا الإشكالية الحقيقية في نظرة السيد الرئيس وفي نظرتنا كسوريين وفي نظرة الأوروبيين. الأوروبي يقول أنه فليتقاتلوا، لا نخسر شيئا. نحن نقول بأن هذا الإرهاب لا حدود له. نحن في عصر الفضاء المفتوح والتسهيلات، يعني على سبيل المثال تركيا تسمح للإرهابيين علنا، وأصبح بديهيا هذا الأمر. ما الذي يمنع الإرهابي من الخروج من سوريا إلى أوروبا؟ بالعكس تماما، ما الذي يمنعه؟ لا شيء على الإطلاق. لدينا أيضا يعني ليبيا، ليبيا مثال فاضح، يعني مثال فاضح، أصبحت خزان للإرهاب، يغذي في سوريا وفي مناطق أخرى متعددة. ولكن ليبيا تحديدا ربما يعني يصبح أسهل يعني تحول الإرهاب إلى أوروبا. بالضبط، يعني بضعة كيلومترات بين السواحل الليبية وجزيرة صقلية الإيطالية. يعني لا أعرف ما الذي ينتظرونه الأوروبيون، يعني بعد كل هذا الخطر، خطر داهم، خطر حقيقي داهم على أوروبا. ولكن كما قلت المصالح الاقتصادية والمصالح العامة بشكل عام والمصالح الفردية حتى لهم وليس مصلحة شعوبهم هي الحاكمة للأسف إلى هذه اللحظة. بات واضحا أن الإرهاب يعني وسيلة من وسائل الغرب لتحقيق أهدافه دون أن يناقض القانون الدولي، وهذا ما أشار إليه السيد الرئيس في حديثه. يعني دعنا نتحدث عن أهمية مواقف دول كروسيا والصين في مجلس الأمن والأمم المتحدة. هذه الدول يعني تتمسك بالقانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة. يعني هل يعتبر هذا ردا كافيا على سياسات الغرب التي تستخدم الإرهاب للالتفاف على القانون الدولي؟ بالتأكيد لا، لأن لم تتبلور قوة مقابلة للأسف نعيش زمن القطبية الواحدة إلى الآن، يعني ولو بنسبة يعني تتراجع الولايات المتحدة، لا نقول هزمت ولكنها تتراجع في هذا الملف. بالنهاية الصين أو روسيا لهم مصالح، والصين
الآن ودول البريكس يعني طبعا يتبلور أكيد وفي صدد إنشاء مصرف عالمي وعديد من الخطوات، ولكن هذا غير كافي في الفترة الحالية، ربما بعد سنوات مقبلة ربما يعتدل الميزان. نعم. ما المطلوب من هذه الدول؟ المطلوب من هذه الدول إدارة الصراع بأقل الأضرار، وهذا ما تفعله تحديدا. يعني لاحظي أنت الموقف، هذا يعني أنها تقوم بدورها طبعا جيد جدا. يعني لا يمكن لأي جهة حكومية أو كائنا من تكون أن تأخذ دورا أقل من دورها، دائما ترفع السقف إلى الحد الأقصى، وهذا هو بالتحديد حد روسيا الأقصى وحد الصين الأقصى. بالنهاية لا تنسي بأن الكون الكرة الأرضية مصالح وعلاقات تجارية وتبادل، ويعني لا تحكمها الأخلاق للأسف أو الوجدان لنقل. هل ينسحب ذلك على دول كروسيا والصين؟ بالتأكيد، يعني تراعي مصالحها؟ بالتأكيد، نحن حلفاء، هي حليفه لمحور معين، ولنقل محور المقاومه في سوريا وايران، ولكن بالنهايه لا تستطيع ان تذهب الى اخر الشوط في هذا المجال، لانها لم تتبلور كقوه عالميه كما كان ايام الاتحاد السوفيتي، قوه موازيه تتحدى الولايات المتحده في مجلس الامن وفي غير مجلس الامن، وحصل هذا الامر ولكن على نطاق ضيق. لاحظي، استخدمت الفيتو مع سوريا ولم تستخدمه مع اليمن. لاحظي، هذه نقطة مهمة جدا طبعاً. سنتحدث عنها طبعاً. في المحور الثاني من حلقة اليوم. الرئيس الأسد أشار إلى أن الوهابية هي مصدر الإرهاب في العالم منذ عقود، يعني إذا لا أحد ممن يدعون محاربة الإرهاب جاد في محاربته، وهو يدعم على المقلب الآخر مصدر هذا الفكر الإرهابي المتطرف. بالتأكيد، يعني السيد الرئيس لم يقل شيئا جديدا، ولكن كشف الغطاء للجميع بأن هذا الفكر الذي تدعمونه هو أساس المشكلة وليس السلاح. محاربة الإرهاب تأتي عن طريق الفكر. وسيد الرئيس يؤكد في كل مرة على بالضبط هذه النقطة الأساسية. تستطيع أن تتخلصي من إرهابي 2-3 عشر 100 ألف، ولكن المصنع المغذي الفكري لهؤلاء لا زال يعمل وبقوة وبنشاط، وتحت هذه نقطة مهمة، وتحت رعاية، يعني أنظار، كي لا نقول رعاية، تحت أنظار الولايات المتحدة وأوروبا، وهي تعلم جيدا. ربما يعني دعم أيضا، دعم سياسي، أكيد دعم لوجستي للإرهاب 100% يحصل. يعني تخيلي إرهابي من بلجيكا مثلا يأتي إلى سوريا، من أين يأتي؟ عبر المطارات، عبر المنافذ البحرية والبرية وغيرها. أكيد هناك تسهيلات. ربما هم برأيهم هذه النقطة فلنتخلص مما عندنا من إرهاب، ولكن لم يحسبوا هذه النقطة التي أكد عليها السيد الرئيس ومرارا وتكرارا، وليست هذه المرة الأولى، بأن هذا الإرهاب لا أمل له، سيعود يوما ما إليكم. يعني يكفي إرهابي واحد. تتذكرين قضية الإرهاب الفرنسي؟ جندت الشرطة الفرنسية في باريس بأكملها لتقتلهم، فما بالك بالنسبة لسوريا آلاف. السيد الرئيس أيضا قدم معلومة في غاية الأهمية عندما قال أن أخطر قادة الإرهاب هم من الدول الإسكندنافية. يعني العالم على أبواب خطر داهم، والحال كذلك وأوروبا على وجه التحديد. هل يغير هذا شيئا في العقلية الغربية التي ترعى فكرا إرهابيا كالفكر الوهابي السعودي؟ لاحظي، بالنسبة للسويد ودول أخرى في أوروبا تتبنى منطق لا غير المنطق الفرنسي الإنجليزي البريطاني. يعني دائما تحاول أن تفهم ما الذي يحصل بالضبط. وأشار السيد الرئيس إلى الإسكندنافيين إشارة بمنتهى الخطورة، على الحكومة السويدية تتنبه لهذا الأمر، لأن هذا الإرهابي ببساطة يأتي إلى سوريا، يتغذى فكريا، يدعم فكريا، يدعم تدريبيا، أصبح جاهزا. هل هو بحاجة أكثر وهم قادة في هذه المجموعات الإرهابية؟ ربما يعني البعض منهم يأتي لهذا الغرض تحديدا، ربما، من يعلم، أنه
محطة، هي سوريا هي محطة له. يعني ما هو مؤكد أن الفكر الإرهابي والتكفير ينتشر أكثر فأكثر. طبعا طبعا بالتأكيد، في ظل تقاعس الدول ورعايتها لهذا الموضوع بالتأكيد ينتشر ولا يتقاعس. السيد الرئيس تحدث بصراحة كبيرة هذه المرة عن دور السعودية السابق والحالي في كل ما يجري من إرهاب في العالم. ما العمل مع هذا النظام الإرهابي الذي يحظى بدعم أقوى، يعني بدعم قوي وكبير من أكبر قوة في العالم، ونقصد أمريكا طبعا؟ الحكومات أنا رأيي الشخصي لا أمل بها، لأن ما يحكمها لغة المصالح كما تكلمت وليس الوجدان والأخلاق. ما يهم هو العمل على الرأي العام الأوروبي والرأي العام الغربي عموما، والأبحاث التي تخرج يجب بأي وسيلة كانت أن تنفذ، أن تجد طريقا لها إلى النخبة السياسية، لأن من الواضح والأفق المنظور لا تريد هذه الدول أن تتدخل وتقول للسعودية كفى. هذا الموضوع مستمرين فيه إلى الآن، وما يحدث في اليمن أكبر دليل على ذلك. معناها ما الجدوى من مكافحة الإرهاب ومن يدعون أنهم يكافحون الإرهاب؟ هي شعار سياسي بالنهاية، ودجل ونفاق إعلامي لا أكثر ولا أقل. لا يمكن لإنسان محاربة الإرهاب إذا لم يجفف المنابع. يعني تستطيعين أن تمنع السلاح، ولكن ليست هنا القضية، ليست هنا المشكلة. تستطيعين أن تحاصر الإرهاب كشخص كأفراد، تمنعهم عوائق حدودية أو إلى ذلك، ولكن الفكر هنا 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 التحدي الرئيسي والأساسي، والذي إلى الآن لم يفهمه الغرب، لأن هذا الإرهاب لا حدود له. ما الذي يمنع، كما قلنا، ما الذي يمنع هذا القوقازي أو الشيشاني أو الإسكندنافي أو أيا يكن من العودة، وهو يخطط لذلك. أنا رأيي شخصي يخطط لذلك إذا والتنفيذ عمليات أيضا في بالضبط بلدان، لأنه لا يعترف أساسا بهذه. طبعا هي دول حكومات كافرة وإلى ما هنالك، يعني مفهوم القصة بحسب طبعا بحسب أفكارها أكيد. الإرهاب بحسب السيد الرئيس استفاد من حالات الفقر والجهل الانتشار والتمدد، لكنه ربطه أيضا باليأس الناجم عن المشاكل السياسية العالقة كعملية السلام بين العرب وإسرائيل التي لا تزال تراوح مكانها بل وتتراجع عاما بعد الآخر. يعني بيت القصيد في كل ما يجري هو أمن إسرائيل وتفوقها وضمان تفوقها. من يستطيع أن يفرض سلاما عادلا وشاملا اليوم برأيك؟ للأسف قضية السلام كملف السلام بين الفلسطينيين والصهاينة والمنطقة عموما ليست على الأولويات، على الأقل في مدى السنوات القادمة لا نستطيع أن نحدد، ولكن هناك ملفات داهمة وخطرة وحقيقية. هل استطاعت هذه الملفات أن يعني تقضي على الملف الأساسي ويعني تزيح أنظار الناس عن الملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية؟ للأسف غيب يعني جزئيا، ولكن القضية هي ساخنة كما يقال، وإسرائيل إلى الآن تقتل وتعتقل وتبني البؤر الاستيطانية، والغرب يلاحظ والعرب يلاحظ والجميع يلاحظ بأن لا حل مع هذا الكيان إلا بفرض من الخارج. لا تستطيع هذه الدول. طبعا سوريا وحزب الله وقوى أخرى بالحد الأدنى إلى الآن تستطيع المواجهة، ولكن نحتاج إلى نهضة شاملة، إلى نهضة، والشارع العربي للأسف 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 في مكان آخر الآن على الأقل معظمهم. أغلبية الشعب السوري يدعمون الحكومة وهذا هو شكل السيطرة. جواب للسيد الرئيس حول نسبة السيطرة على الأراضي في سوريا بين الدولة والمنظمات الإرهابية، ماذا تقرأ في هذا الجواب للسيد الرئيس؟ أنا أقول لكل هؤلاء، من الذي يدفع رواتب الموظفين في لنقل في إدلب والرقة حتى هذه اللحظة؟ ألا يعتبر هذا سيطرة؟ ألا يعتبر هذا فرض لمنطق الدولة وأجهزة الدولة؟ ما الذي يجنيه مثلا؟ أنا سيطرت على مدينة كأدلب مثلا، طردت أهلها وشردت ونهبت وسرقت وقتلت، والسيطرة الفعلية في
كيف تبقي على المواطن، تبقي على البشر في هذه المنطقة وتحكمهم وتقنعهم بأنك أنت فعلا أتيت لتحررهم. للأسف يعني هم بالطبع فشلوا في هذا ذلك، أكيد خاصة فشل بالممارسات فشل الإرهابية التي يقومون بها، فشل ذريع أكيد. يعني أنه تلاحظي في اللاذقية أو في طرطوس أو في دمشق أو في أي مكان آخر، يعني أعداد هائلة، أصبحت كل محافظة سوريا مصغرة تضم كل أطياف الشعب السوري وكل المحافظات. أكيد بالتأكيد، يعني أنه أنا دخلت إلى إدلب، دخلتم إلى إدلب، ما الذي فعلتم؟ الآن اليوم تحدث سرقات هائلة. هذه للمواطن الذي زعمت أنت بأنك أتيت لتحرره من شيء لا أحد يعرف ما هو، لا أحد يعرف ما هو إلى الآن. من ماذا يعني حررت له السعر، حررت له الفساد، حررت ولم يعني ما لا أعرف ما هي الجدوى من هذا الموضوع. والشعب السوري كله يدرك ذلك يعني. وكله يعاني. كله يعاني في 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 المناطق الآمنة وفي المناطق الساخنة، الجميع يعاني للأسف. طبعاً نتيجة الإرهاب وما حل في بسوريا، نتيجة كل هذا الإرهاب المدعوم من كل العالم. الرئيس الأسد تحدث بإيجابية عن منتدى موسكو الأخير، كما أكد في الوقت نفسه على أهمية جهود ديمستورا لعقد لقاء يضم الدول الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في سوريا. يعني بعض الدول كالسعودية وتركيا تتصرف بدافع انتقامي وبدافع الكراهية، وأفشلت سابقا مبادرة المبعوث الدولي في حلب. يعني هل تغيرت الظروف اليوم حتى يمكننا أن نعلق بعض الآمال على هذه الجهود من المبعوث الدولي؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن منطق الدولة في سوريا يقول التالي، بأننا نستمر في محاربة الإرهاب بلا هوادة ونجري في الحل السياسي الذي يتحقق هو مكسب لنا، ولكن لا نعول كثيرا، أي بمعنى أننا لا نوقف مكافحة الإرهاب بحجة أن هناك مبادرة أو حل سياسي أو تحرك سياسي معين. للأسف يعني تجربة الدبي في سوريا في البدايات كانت خير شاهد. تعاملت سوريا بمنتهى المرونة والإيجابية، والجميع يعلم ما الذي حصل وما كانت النتيجة، وانتشر الإرهاب بشكل أوسع للأسف الشديد. يعني أنه فلتكن مبادرة أفضل من لا شيء، فليلتقي الأطراف أفضل من لا شيء، ممكن أن يكسروا حدة المواقف، ممكن أن يردموا الهواة. وتأسيس هو كما قال الدكتور بشار جعفري منذ مدة، قال هو تأسيس، هو بداية خطوة جيدة جدا، كان متفائلا في هذا الموضوع، وهي خطوة جيدة جدا للمسير. أما كمبادرة ديمستورا على الأرض، للأسف الشديد لا يتعلق الأمر بالحكومة السورية لوحدها. من يمون على الإرهابيين لإيقاف العملية؟ لا أحد، حتى تركيا حتى السعودية لا أحد يمون عليها، لأنهم بالرغم من لأنهم غير هم من يدعموه طبعا بالتأكيد. يعني ليس فقط لأنهم يدعمونهم لا يريدونهم أن يتخلوا، ولكن تشتتهم على الأرض، مئات الفصائل ومئات طبعا هذه النهاية الحتمية لهم. وأنا بالمناسبة أنا أتوقع النهاية الحتمية تكون بتقاتلهم مع بعضهم، النهاية الأخيرة، المشهد الأخير لنقول. بالإضافة طبعا لعمليات أكيد الجيش العربي السوري، هي الأساس بالتأكيد. تحية للجيش السوري والشهداء نحييهم ونعول عليهم بالتأكيد. أكثر من أي شيء آخر. رح نفتح الملف اليمني بعد ما نروح لفاصل. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لفتح الملف اليمني، فابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد أستاذ آصف. ما تزال أهداف العدوان السعودي على اليمن غير واضحة، يعني برأيك ما الذي تريده السعودية من جارها الجنوبي الفقير؟ السعودية تريد بعبارة بسيطة إعادة السيطرة على اليمن. هي كانت تسيطر بحد معين قبل أحداث ما يسمى الربيع العربي والتطورات الأخيرة في اليمن، لذلك تريد أن تعود بقوة إلى الساحة اليمنية، ولم تجد بدا من خروج الطيران وقصف اليمن بلا هوادم وبدون أي رادع. بالتأكيد الفكرة الأساسية بأنها تريد السيطرة على اليمن. لماذا تريد السيطرة على اليمن؟ اليمن مجتمع حي يختلف عن باقي الخليج العربي تماما، عن كل دول الخليج العربي، أحزاب، برلمان، جمهورية، لا تنسي هذه النقطة تحديدا، جمهورية، الجمهورية اليمنية الجمهورية الوحيدة في هذا الحيز الجغرافي. لا يناسب السعودية بكل بساطة، لا يناسب هذا الأمر. والدليل أنها هل تخشى من انتقال هذا الفكر إلى السعودية ودول الخليج؟ تماما، ولذلك تحرص حرصا شديدا على عدم دخول اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي إلى الآن، إلى اللحظة، وتمعن في إفقار اليمنيين. لا أتحدث عن الحرب الأخيرة، تمعن في إفقارهم وإذلالهم. ويعني أنه أسأل سؤال، مثلا لو كانت السعودية أقامت مشاريع وتنمية وعمران في اليمن، أما كانت حققت من اليمن الآن أفضل بعشرات المرات مما تحققه؟ بالمناسبة هي لن تحقق شيء، الرئيس هادي لن يعود إلى اليمن. يعني في البداية كان هناك حل سياسي وجهود تسير، يقولون فلان عرقل لا بأس، ولكن العملية كانت مستمرة ولم تقبل بهادي بظروف معينة أو بشروط معينة. هل ستقبل به الآن؟ آلاف اليمنيين، النساء يعني والأطفال. وهي السعودية أول من طلبت من هادي أن يستقيل، يعني بالضبط. وتراجعت عن هذا، وهو تراجع عن الاستقالة بعد لأنها أن يعني بات لأنها أنصار الله يسيطرون، لأنها اعتقدت بأن أنصار الله أخذوا اليمن. بالنهاية أنا أسأل سؤال، أنصار الله من أين جاءوا؟ هم مواطنون يمنيون، يحق لهم حيز سياسي معين، لم يعطوا، لم يسمح لهم. مشروعهم السياسي يعني كان جيدا جدا، وبالمناسبة يلتف اليمنيون حول هذا المشروع يوما بعد يوم. يعني نعود إلى الفكر القاصر لآل سعود. يعني ما الجدوى من خروج الطائرات وقصف معامل الألبان وقوافل الدقيق ومحطات الكهرباء؟ هل هكذا ندافع عن الشعب اليمني؟ لا أدري. الحوثيون تتهمهم بأنهم فصيل إيراني، وليكن. في جميع دول العالم هنالك قوى وقوى مضادة مدعومة من هنا أو مدعومة من هناك، ولبنان مثال حي على ذلك، منقسم. هل يبرر أن تدخل أي قوة وتقصف لبنان لصالح طرف ضد طرف؟ لماذا اليمن؟ طبعا أنا لا أقول يعني السعودية، واليمن يعني بلد فقير ويعاني ما يعانيه. طبعا يعني هو في الأساس بلد منهك وفقير، والموارد وديمغرافيا ولكنه يتمتع بموقع استراتيجي وحضارة طبعا عريقة جدا. بمناسبة الحضارة، السعودية لم تكتفي بتدمير المدن العراقية الأشورية، لم تكتفي بتدمير الآثار السورية. منذ مدة قصيرة قصفت موقع يدعى على ما أعتقد موقع براقش اليمني. هذا العقل هو لا يستطيع أن يتعايش مع الحضارة بأي شكل من الأشكال. هل لا لأنها يستطيع. لا تملك تاريخ؟ ممكن يعني. عقدة النقص. أكيد عقدة النقص وعوامل أخرى. أنا لا أريد اليمن أن ينهض، أريده تحت حاجتي دائما وتحت يعني جناحي. هي تشاطر الكيان الصهيوني بهذه النقطة تحديدا؟ لا، خلينا نقول تزايد حاليا. أصبحت تزايد للأسف الشديد. دولة عربية
تحقق ما عجزت عنه إسرائيل لمصلحة إسرائيل طبعا. طيب السيد حسن نصر الله قال إن ما تريده السعودية هو إعادة هيمنتها على هذا البلد، وحضرتك تماما تكلمت عن ذلك أيضا، يعني هل تكتفي السعودية بهذا الهدف؟ هل تريد فقط أن تسيطر على اليمن، أم أن هناك أهداف أخرى تريدها من عدوانها على اليمن؟ لا أعتقد ذلك. إن كنت تلمحين إلى المواجهة مع إيران، لا أعتقد ذلك. هي فقط تريد لنقل ضبط الصراع اليمني كي لا ينتقل إليها بعناصره بشقه العسكري والسياسي أكثر، لأن لا أحد بطبيعة الحال يسمح بدخول الحوثيين إلى السعودية. لكن هذا الكلام يبرر لها إذا كانت تخشى من أن ينتقل الصراع إلى السعودية، فلتتحاور. لماذا تقصف بالطيران؟ هل تستطيع أن تمنع الفكرة من الطيران في يعني الهواء؟ هناك كلام أكبر من ذلك، أنها تريد ليس فقط الهيمنة على اليمن ومقدرات اليمن، يعني تريد أن تضرب يعني أي قوة موالية أو القوى يعني خلينا نقول المناهضة إلى محور المقاومة. بالتأكيد قيل بأن اليمنيون يمتلكون صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى إسرائيل. ربما هذه النقطة من ضمن الأهداف، فلنقل من ضمن الأهداف ربما تسعى إلى تحقيقها. لا شيء يمنع، لأن سلوك السعودية في السنوات الأربعة الأخيرة يثبت تماما بأن كل ما تعمله يصب في مصلحة إسرائيل وضد العرب. ما هي مصلحة السعودية في تدمير الجيش السوري لنقل، في 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 ضرب العراق؟ 500 سيارة مفخخة ذهبت إلى العراق، هذا إحصاء أخير. ما الذي جنته السعودية؟ يقول لي قائل لأن السعودية أخي أنت تتجنى، لا السعودية لم ترسل سيارات، لم ترسل كذا، يكفي أن ترسل فكرة. يعني تفخيخ السيارة ودخولها في سوق شعبي أمر بسيط يعني بالنهاية، ولكن أن تزرع الفكرة في عقل هذا الشاب ليذهب ليفجر أناس مدنيين، هنا المشكلة الحقيقية، هنا جذر المشكلة. وللأسف لا أحد يريد أن يقتنع بهذه الحقيقة مع أنه يشاهدها بأم عينه. وأثبتت وتثبت يوم بعد آخر، يعني في أفغانستان وفي سوريا طبعا وفي العراق واليوم في اليمن. على سيرة أفغانستان، في أفغانستان مدرسة تكتب مدرسة لتعليم الوهابية، طبعا لا يكتب لتعليم الوهابية، ولكن مدرسة يدخل إليها الطفل، يخرج سنوات قليلة يخرج إرهابي، والمصدر السعودية. بالضبط. لاحظي وزير الشؤون الداخلية الدينية السعودي على ما أعتقد ذهب إلى باكستان بعد الصفعة التي وجهها إليه البرلمان الباكستاني، والذي يشكر على هذا الموقف. ذهب وزير الشؤون الدينية لتأليب الأحزاب المتطرفة في باكستان، أحزاب هي أحزاب صغيرة ولكن للأسف لها تأثير، ليؤلبها على حكومة نواز شريف. لماذا؟ لأنها لم ترسل جيشها إلى اليمن. يعني القصور في العقل السعودي بأنه يعتقد بأنه يستطيع أن يشتري جيشا ببساطة، أشتري جيشا ويحارب عني، هذا انتحار بالآخر. وكانت اللهجة قوية على باكستان، ولكن خرجت أيضا من الإمارات لهجة قوية بأن يعني أنهم يدعمون باكستان ماديا واقتصاديا، وينتظرون منهم هو دعم. هو تبادل أدوار عسكري. هو تبادل أدوار. لاحظي الموقف الخليجي الأقرب إلى السعودية هو الموقف الإماراتي. الكويت إلى حد ما، قطر طبعا تعتقد نفسها بأنها في صراع مع السعودية. الموقف الإماراتي واضحا وجليا إلى أن يعني بدأت الأزمة في اليمن. بالضبط. بالضبط. يعني الخليج لنقل فسرت جميع مواقف دوله في هذه الأزمة، كشفت. عمان طبعا تسعى إلى حل سياسي بالتوافق مع إيران ودول أخرى. ربما هي الدولة الوحيدة في الخليج التي تغرد خارج السرب تماما في موضوع سوريا، يعني في موضوع مصر. بالتأكيد بالتأكيد في مصر، في سوريا، في لبنان، في أي مكان. الكويت
تتبنى سياسة إمساك العصا من المنتصف لنقل. لكن الإمارات تعتقد نفسها بأنها في خطر داهم هي والسعودية تحديدا، يعني كحيز جغرافي واحد تعتقد نفسها بأنها في خطر شديد، وهذا غير حقيقي. الأعداء يعني يعتبرون أن إيران هي طبعاً العدو الأول. تحالف العدوان على اليمن يضم أيضا تركيا، يعني أهداف السعودية ومصالحها باتت واضحة، لكن ما مصلحة تركيا في الانضمام إلى هكذا عدوان ضد اليمن؟ لاحظي الحساسية، كان هناك نوعا من الحساسية بين تركيا والسعودية في الملف السوري، وظهرت إلى الإعلام مؤخرا في الملف المصري ربما ربما هي تقرب من أردوغان للسعودية وفتح صفحة جديدة، ولكن إرسال جنود أتراك إلى اليمن والانخراط في عمليات عسكرية لا أعتقد بأن أردوغان يقوى عليها. هل تساير فقط يعني الهدف من ذلك فقط مسايرة السعودية؟ طبعا دعم سياسي لنقل دعم سياسي و عربون مصالحة عربون مصالحة بالتأكيد هذه النقطة مهمة جدا لسبب بسيط، لأنها تعتبر بأنها محور مقابل محور، خسرت أنا في هذه النقطة علي أن أربح في نقطة أخرى ببساطة شديدة. يعني الأزمة ستنتهي في سوريا بشكل أو بآخر، يعني بالنهاية الخاسر الأكبر والخاسر الأول هو أردوغان. هو رفع شعارات عالية السقف سيصلي في الجامع الأموي إلى آخره، يعني لم يتدرج في مواقفه كما فعل البعض، خرج إلى أعلى ما يستطيع، والآن تثبت الأحداث ما الذي يحصل، هذا يجعله ينتقل إلى يعني لدعم العدوان على اليمن. بالضبط بالضبط، يعني يستظل بالسعودية لنقل فعنا السعودية يعني تصرح بأنها ضد الإخوان، وهو وتركيا ونظام أردوغان هو النظام الإخواني الوحيد. لاحظي السعودية يعني هل سنشهد تحالف بين الإخوان والوهابية؟ لا، لنقل شيء، السعودية تاريخيا ليست بعلاقة جيدة مع الإخوان المسلمين. لنقل الوهابية والسعودية يعني واحد تحصيل حاصل. والإخوان الآن يحققون ما تريده السعودية وما تريده إسرائيل. طبعا باستثناء التباينات في الملف المصري. في الملف المصري ربما نعود إليه لاحقا. ولكن ما دامت هذه الحركات تحقق غايتها غاية السعودية فلتدعمها. ولنقل شيء بأن جميع هؤلاء الوهابية والسلفية وغيرها خرجت من عباءة الإخوان المسلمين، لأنه التنظيم اللي نقل الأعرق بين هذه التنظيمات، والفكر واحد والممارسات واحدة، قولا واحدا تنظيم إرهابي. بالنسبة لتركيا أنه تتحالف مع الشيطان من أجل تحقيق أهدافها. بالتأكيد هذا الذي يحصل في المنطقة، السعودية تتحالف، تركيا تتحالف، الجميع تتحالف، أي قوة تستطيع أن تحقق مشروعي أو هدفي أو ما أسعى إليه أتحالف معها بغض النظر عن التباينات الإيديولوجية، لا مشكلة. وبالنهاية يعني كما قلت التباينات الإيديولوجية فروقات بسيطة، منبع واحد، يعني بالنهاية يعني تختلف المسميات والممارسات واحدة. بالتأكيد. مجلس الأمن قرر تحت البند السابع بغالبية 14 صوت وامتناع روسيا عن التصويت، قرروا منع تسليح أنصار الله والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح. ما هي مبررات هذا الحشد الدولي ضد الثورة اليمنية الحقيقية، ولماذا لم تستخدم موسكو الفيتو؟ لنقل في البداية كقرار، القرار الدولي بمنع تسليح الحوثيين يعني لا ينفع، يعني في حالة اليمنيين، لأن الطرف الوحيد الممكن أن يأتي إليه التسليح للحوثيين هو من السعودية، والسعودية بطبيعة الحال في حالة حرب لا تستطيع تسليحهم، إذا من أين يأتي السلاح؟ القرار يعني تحصيل حاصل، هذا في البداية. أما الموقف الروسي، روسيا تسعى الآن إلى عقد لقاء يمني
ولا تريد أن تستفز السعودية في موقف في رفع الفيتو. تسعى فقط للتهدئة، تسعى للتهدئة، وربما تحضر شيء هو خرج للآلام ولكن لم يتبلور إلى الآن، تحضر لاجتماع الفرقاء اليمنيين في روسيا، ربما تنتظر دورا سياسيا من هذا الموضوع، ولذلك لم تستفز السعودية. ولكن يعني ألا يشكل هذا القرار غطاء دولي للعدوان السعودي على اليمن، وبالتالي روسيا بشكل أو بآخر شاركت يعني في هذه التغطية، يعني فهي لم تستخدم الفيتو لكنها لم تصوت أيضا بالرفض؟ ربما هي توريط للسعودية كما يقال، ربما هي توريط. لا تنسي بأن السعودية هي من دعمت حركة طالبان أيام الاتحاد السوفيتي، الفاتورة لنقل بين السعودية وروسيا كبيرة جدا. فربما أرادت توريط السعودية في المستنقع اليمني، ولا تريد أن تستفز الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي. لا تنسي بأن العالم العربي الآن انقسام طائفي حاد جدا جدا جدا. يعني لموسكو مصلحة في ذلك، ولكن أيضا هناك طبعاً من يقول بأن واشنطن تسعى أيضا إلى توريط السعودية بتدخل بري في اليمن. هذا الكلام يعني هل هذا واقعي؟ وما مصلحة واشنطن في ذلك؟ يعني إذا قلنا بأن موسكو تريد أن تورط السعودية في ذلك، ولكن واشنطن ما مصلحتها بذلك؟ خرجت بعض التقارير الإعلامية ومراكز الدراسات تقول كما قال السيد كفى، تقول للسعودية كفى. طبعا مراكز شبه حكومية ومدنية لا ليس لها علاقة بالحكومة الأمريكية، ولا تنسي يعكس رغبة الحكومة مثلا، ربما يلقى آذان صاغية لدى الحكومة. ولا تنسي أن أوباما في منذ حوالي أسبوع تقريبا تصريح كان لافتا جدا بأن المشكلة عندكم، المشكلة في إحباط الشباب عندكم، في مشكلة سعودية داخلية، بما معناه أي لا تصدروا حروبكم إلى الخارج، حلوا مشاكلكم. لاحظي أمر ربما هو تفصيل بسيط ولكنه معبر، لم ترسل بارجة واحدة إلى مياه الخليج الولايات المتحدة على عكس حروبها السابقة. هذا بحد ذاته ربما نصف غطاء أو كشف للغطاء عن هذه العملية السعودية، أي حلوا مشاكلكم بأنفسكم. لو كانت الولايات المتحدة تريد أن تنخرط مع السعودية كانت هيئت على الأقل الميدان السياسي والميدان العسكري لتدخل معها. يعني هذه إشارة لافتة جدا بأن أنا لا دخل لي بمغامراتكم في اليمن بعبارة صريحة، إضافة إلى قول أوباما. هل تريد أن تحرق ورقة السعودية؟ ربما، لأن إيران صاعدة، قوة صاعدة في المنطقة الآن، خاصة بعد الاتفاق النووي بالتأكيد مع إيران. ربما يعني تسليم الملفات التي كانت السعودية تطلع بها إلى إيران لا يعني شيء، يعني أنها ربما تنهي دور السعودية. نحن يعني أغلبيتنا يعتقد بأن هي على عداء مع إيران وهي كذا. الولايات المتحدة تعمل بعقل براغماتي بحت، تتحالف مع الشيطان أو مع الملائكة أو أيا يكون في سبيل مصالحها. السعودية هرمت وشاخت، إيران قوة صاعدة، قوة نووية صاعدة، قوة اقتصادية وعسكرية هائلة. ما الذي يمنع في أن أين إسرائيل من كل ذلك؟ إسرائيل في العقل الأمريكي إسرائيل خط أحمر، هذا قولا واحدا، ولكن تلعب على فروقات، تلعب الولايات المتحدة على فروقات معينة في المنطقة. يعني تأخذ ضمان من إيران بعدم محو إسرائيل، ولكن لا تستطيع أن تأخذ ضمان بالعداء لإسرائيل مثلا لنقل. ولكن هل إيران جاهزة؟ إسرائيل أيضا هرمت وشاخت، وذهاب نتنياهو إلى مجلس الأمن وصراخه من أجل إيقاف القنبلة النووية المزعومة الإيرانية خير دليل على ذلك. يعني مرت بعصر ذهبي إسرائيل في الثمانينات التسعينات ولنقل، و
الجميع انخرط في عمليات سياسية وكانت الأمور تسير على ما يرام. يعني لم تعد إسرائيل الطفل المدلل بالنسبة لأمريكا؟ لا، ليس كذلك. هي كان لها وظيفة. جاء الإيراني وقوة صاعدة هائلة في المنطقة. أنا هو تحالف مع الأقوياء. طبعا بالنهاية. إذا ما عدنا إلى الموضوع اليمني، هل من الممكن أن تتشكل قوة دولية بحجم أكبر من يعني تحالف العدوان العربي القائم الآن للتدخل في اليمن بناء على قرار مجلس الأمن الأخير؟ الأفق في مجلس الأمن الآن أعتقد بأنه محدود، إلا إذا تقدمت روسيا بمشروع قرار مفاجئ، وهذا لا أعتقد بأنه سيحصل. لو كانت تريد ذلك لكانت استخدمت الفيتو. العملية هي إدارة 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 وانتظار لما يحصل. ونعود ونقول للأسف الطفل اليمني والنساء اليمنيين في الحسابات السياسية الدولية لا شيء، للأسف لا شيء، لا يحسبون حسابهم. يعني إنه اليوم السعودية قتلت 500 يمني، غدا 1000 يمني، ما المشكلة؟ لا ضير لهم، لا ضير عندهم أبدا. الفكرة الأساسية ألا يمتد، ليس ألا يمتد عسكريا، ولكن ألا تخرج مضاعفات غير محسوبة العواقب أو ليست في الحسبة. طبعا ربما أيضا لا يهمهم السعودية، لا، يعني لتقتتل المنطقة ببعضها، ولكن لديهم قواعد في الخليج. ربما هذه النقطة يحسبون حسابها، ولديهم مصالح بالنهاية في العراق، في إيران، في سوريا، في إسرائيل، في هذا ألا يجعلهم يعني يفكرون بتحالف دولي ضد يعني على اليمن، ضد السعودية تقصدين؟ لا، ليس ضد السعودية، على اليمن. للأسف ليست بحاجة لتحالف دولي اليمن الآن. يعني يكفيها إيران تقدمت بمبادرة من 4 نقاط للحل في اليمن، تتضمن وقف فوري للقصف الجوي والعمليات العسكرية وسماح بوصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى إطلاق حوار سياسي بين جميع الفرقاء. يعني من يمكن أن يتبنى هذه المبادرة مع العداء الواضح الذي تبديه دول الخليج لإيران ورفضها أي حوار معها في الموضوع اليمني؟ يحكى بأن السعودية تحاور الأطراف، بعض الأطراف اليمنية في عمان بالسر، يقال. وإيران بطبيعة الحال تريد التهدئة، مصلحتها كقوة أقليمية أن تنمو وتزدهر في ظل مناخ هادئ وليس في ظل الفوضى والحروب والصراعات. إذا استطاعت النفاذ، إذا استطاع هذا القرار النفاذ إلى مجلس الأمن، ربما سنشهد أشياء إيجابية. ولكن هل يستطيعون إجبار دول الخليج على يعني التفاوض مع؟ لا، ليست إجبار، هي إيجاد مخرج بالنهاية، مخرج للسعودية، أنه كفى تخريجها بالمعنى السياسي حتى لا تغرق أكثر في المستنقع اليمن. طبعا أنه أنه أنت بين الحوثي والحوثيين وهذه والأطراف الأخرى، إيجاد توليفة معينة للحكم وتنسحب السعودية بهدوء. هناك تطورات خطيرة تجري في محافظة حضرموت، حيث يسيطر تنظيم القاعدة الإرهابية على مواقع استراتيجية وحيوية فيها. يعني ألا تنسجم هذه السيطرة مع أهداف السعودية بتقسيم اليمن والهيمنة على اليمن، وبالتالي يعني يكون العدوان السعودي قد حقق أهدافه؟ في أحداث 11 أيلول ما نسبته أعتقد 18 من أصل 22، أو لا أذكر الرقم تحديدا، هم جنسيات سعودية منفذين. الأشخاص المنفذين، القاعدة هي الجيش البري السعودي. قولا واحدا في أفغانستان، في باكستان، في سوريا، الآن في اليمن، في العراق. ربما لا يخرج إلى العلن مدى الدعم، ولكن الدعم موجود تسليحيا وماليا، والأهم هو الدعم الفكري. بن لادن سعودي وليس من القمار، وتخريج المدارس السعودية، والمدارس السعودية في باكستان تخرج القاعدة تحت أنظار العالم كله يتفرج.
ولا يحرك ساكنا. القاعدة هي الوهابية بشقها العسكري لنقل. تمام. يعني عندما تدعم القاعدة في حضرموت يعني إثارة الفوضى والقلاقل. هناك من يتحدث عن أن يعني السعودية تسعى إلى ضم حضرموت إليها وتقسيم اليمن على هذا الأساس. لا أعتقد بأن القوى الإقليمية والدولية تسمح بتغيير في الجغرافيا اليمنية. لا أعتقد ذلك سيحصل. ربما يعني العقل السياسي السعودي لا حدود له في الجموح يعني، ولكن أفقها مسدود. لأن ولكن اليمن خاضت تجربة التقسيم، كان هناك اليمن الجنوبي. طبعا هذا أمر مختلف في دولتين. الآن الحراك الجنوبي بجله في موقع آخر مع الحوثيين ومع الجزء من الجيش اليمني يقاتل. عندما أصبح الخطر خارجي يعني طبعا لا نستطيع أن نقول بأن اليمن الشمالي والجنوبي هو كفكرة أن القاعدة تأخذ حضرموت وتضمها للسعودية. الأمر مختلف تماما. بحسب الكثير من المطلعين والمسؤولين وخاصة القادة العسكريين الإيرانيين، فإن أنصار الله والجيش اليمني يعني لم يستخدما ما لديهم من قوة حتى الآن ضد السعودية. يعني ما مبرر ذلك مع استمرار السعودية في قصف كل شيء في اليمن؟ ربما هو رهان على اللحظة الأخيرة، منقذ أو حل سياسي أو شيء ما شابه ذلك. ولكن قولا واحدا، عندما يخرج مرشد الثورة في إيران ويخرج السيد حسن نصر الله ويقول بأن السعودية ستنهزم حكما، السيد لديه مصداقية هائلة. يعني لسنا نحن من نقول، الإسرائيلي يقول بأن مصداقيته تقارب 100%. يعني السعودية السيد حسن نصر الله استشرف المستقبل بالتأكيد. ستهزم إن دخلت بريا، وسيفشل العدوان بتحقيق أهدافه السياسية. العدوان يعني على ماذا اعتمد السيد حسن نصر الله؟ يعني هل لديه معلومات عن قوة أنصار الله والجيش اليمني وما يمتلكونه من أسلحة ومعدات متطورة؟ ربما لديه معلومات، ولنقل بأن اليمن السعيد سمي بهذا الاسم لأن لم تستطع دولة أن تحتله. صحيح، حتى كان طبيعة عاصيا عن على الدولة طبيعة العثمانية التي احتلت كل مقبرة الأناضول كان يسمى. الطبيعة الجغرافية بين السعودية واليمن حادة جدا جدا جدا، وبالتأكيد اليمني معتاد على هذه البيئة، ليس السعودي. أصلا السعودية ليس هناك جيش، هناك الحرس الملكي ووزارة الداخلية على ما أعتقد، وهم بالمناسبة الآن في صراع، يعني الأمراء في صراع. هل هذا يثني السعودية عن الدخول بريا إلى اليمن؟ طبعا يمنعها إلى هذه اللحظة من الدخول. يعني تحدثت عن استئجار لسبب بسيط، لأن الباكستاني قال لها لا، والمصري بشكل أو بآخر قال لها. يقال بأن حصل مناوشات لنقل بحرية مصرية، ولكن دخول بري بالجسد إلى الأرض اليمنية لم الموقف المصري كان مفاجئا، لم نتوقع منه ذلك في انضمامه للعدوان على اليمن. في شرم الشيخ هبات التي كانت لمصر 25 مليون دولار على ما أعتقد. يعني للأسف الشديد هذا هو الموقف المصري. يعني تستطيع السعودية بأموالها أن يعني تجر كثير من الدول وتشتري مصر. نحن نتحدث عن مصر، لا نتحدث عن يعني كنا نعول كثيرا على مصر. ولكن انتبهي، الموقف الموقف من الحكومة المصرية ومن الرئيس السيسي تحديدا، وليس من الشعب والجيش المصري. لا نحمل بالتأكيد، يعني بالنهاية الجيش لديه قيادة، ولكن السيسي بكل الأحوال رفض الدخول، يعني التعاون مع السعودية في الحرب البرية على لأنه يعلم التبعات. بالتأكيد يعلم التبعات لذلك. بكل الأحوال نتمنى لليمن أن يعود اليمن السعيد بعد ما كل ما حصل ويحصل فيه من بالتأكيد إرهاب وعدوان سعودي، وأن يتوقف شائر العدوان في أقرب وقت، لأنه ما يحصل أمر كارثي. لا
لا يتصور. نتمنى ذلك. بكل الأحوال أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ آصف أحمد. أهلا وسهلا. شكرا. والشكر موصول لكم مشاهدينا. ملتقانا يتجدد الأحد القادم، حتى ذلك الوقت أترككم في رعاية الله.